أعلن مدير مديرية الأوقاف بدمياط محمد سلامة عن افتتاح 10 مساجد، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد بيوت الله في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن بعضها تم بالجهود الذاتية. وأدى مدير مديرية الأوقاف بدمياط صلاة الجمعة في مسجد نور الإسلام في مدينة السرو التابعة لمركز الزرقاء الذي تم بناؤه بالجهود الذاتية، وتم افتتاح المسجد بحضور نائب محافظ دمياط وبحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ وأبناء القرية.